بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح ابن فوزان الفوزان. أضواء من فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية في العقيدة للشيخ صالح ابن فوزان الفوزان حفظه الله. الدرس 89 بعد 100. الحمد لله وحده، الصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه، وبعد. يناقش الشيخ رحمه الله القائلين إن الاسم هو المسمى مطلقا، ويرد على استدلالاتهم فيقول: وأيضا فهم تكلفوا هذا التكلف ليقولوا إن اسم الله غير مخلوق، ومرادهم أن الله غير مخلوق، وهذا مما لا تنازع فيه الجهمية والمعتزلة، فإن أولئك ما قالوا الأسماء مخلوقة إلا لما قال هؤلاء هي التسميات، فوافقوا الجهمية والمعتزلة في المعنى ووافقوا أهل السنة في اللفظ، ولكن أرادوا به ما لم يسبقهم أحد إلى القول به من أن لفظ اسم وهو ألف سين ميم معناه إذا أطلق هو الذات المسمات، بل معنى هذا اللفظ هي الأقوال التي هي أسماء الأشياء مثل زيد وعمر وعالم وجاهل، فلفظ الاسم لا يدل على أن هذه الأسماء هي مسماه. ثم قد عرف أنه إذا أطلق الاسم في الكلام في المنظوم فالمراد به المسمى، فلهذا يقال ما اسم هذا فيقال زيد، فيجاب باللفظ، ولا يقال ما اسم هذا فيقال هو هو، وما ذكروه من الشواهد حجة عليهم. أما قوله إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا ثم قال يا يحيى، فالاسم الذي هو يحيى هو اللفظ المؤلف من ياء وحاء ويا، هذا هو اسمه، ليس اسمه هو ذاته، بل ليس اسمه هو ذاته، بل هذا مكابرة. ثم لما ناداه فقال يا يحيى، فالمقصود المراد بنداء الاسم هو نداء المسمى، لم يقصد نداء اللفظ، لكن المتكلم لا يمكنه نداء الشخص المنادى إلا بذكر اسمه وندائه، فيعرف حينئذ أن قصده نداء الشخص المسمى، وهذا من فائدة اللغات. وقد يدعى بالإشارة وليست الحركة هي ذاته، ولكن هي دليل على ذاته. وأما قوله تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام ففيها قراءتان، الأكثرون يقرؤون ذي الجلال، فالرب المسمى هو ذو الجلال والإكرام، وقرأ ابن عامر ذو الجلال والإكرام، وكذلك هي في المصحف الشامي، وفي مصاحف أهل الحجاز والعراق هي بالياء. وأما قوله ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فهي بالواو باتفاقهم. قال ابن الأنبار وغيره تبارك تفاعل من البركة، والمعنى أن البركة تكتسب وتنال بذكر اسمه، فلو كان لفظ الاسم معناه المسمى فكان يكفي قوله تبارك ربك، فإن الاسم عندهم هو نفس الرب، فكان هذا تكريرا. وقال بعض الناس إن ذكر الاسم هنا صلة، والمراد تبارك ربك، ليس المراد الإخبار عن اسمه بأنه تبارك، وهذا غلط، فإنه على هذا يكون قول المصلي تبارك اسمك أي تباركت أنت، ونفس أسماء الرب لا بركة فيها، ومعلوم أن نفس أسمائه مباركة، وبركتها من جهة دلالتها على المسمى، ولهذا فرقت الشريعة بين ما يذكر اسم الله عليه وما لا يذكر اسم الله عليه، مثل قوله تعالى فكلوا مما ذكر اسم الله عليه، وقوله وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه، وقوله اذكروا اسم الله عليه، قول النبي صلى الله عليه وسلم لعدي بن حاتم وإن خالط كلبك كلاب أخرى فلا تأكل، فإنك إنما سميت على كلبك ولم تسمي على غيره. وأما قوله تعالى ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم، فليس المراد كما ذكروه إنكم تعبدون الأوثان المسمات، فإن هذا هم معترفون به، والرب تعالى نفى ما كانوا يعتقدونه وأثبت ضده، ولكن المراد أنهم سموها آلهة واعتقدوا ثبوت الإلهية فيها، وليس فيها شيء من الإلهية، فإذا عبدوها معتقدين إلهيتها مسمين لها آلهة لم يكونوا قد عبدوا
لم يكونوا قد عبدوا إلا أسماء ابتدعوها هم ما أنزل الله بها من سلطان، لأن الله لم يأمر بعبادة هذه ولا جعلها آلهة، كما قال: واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون، فتكون عبادتهم لما تصوروه في أنفسهم من معنى الإلهية وعبروا عنه بألسنتهم، وذلك أمر موجود في أذهانهم وألسنتهم لا حقيقة له في الخارج. فما عبدوا إلا هذه الأسماء التي تصوروها في أذهانهم وعبروا عن معانيها بألسنتهم، وهم لم يقصدوا عبادة الصنم إلا لكونه إلها عندهم، وإلهيته هي في أنفسهم لا في الخارج. فما عبدوا في الحقيقة إلا ذلك الخيال الفاسد الذي عبر عنه. ولهذا قال في الآية الأخرى: وجعلوا لله شركاء قل سموهم أم تنبئونه بما لا يعلم في الأرض أم بظاهر من القول. يقول: سموهم بالأسماء التي يستحقونها، هل هي خالقة رازقة محية مميتة أم هي مخلوقة لا تملك ضرا ولا نفعا؟ فإذا سموها فوصفوها بما تستحقه من الصفات تبين ضلالهم. قال تعالى: أم تنبئونه بما لا يعلم في الأرض، وما لا يعلم أنه موجود فهو باطل لا حقيقة له، ولو كان موجودا لعلمه موجودا، أم بظاهر من القول، أي بقول ظاهر باللسان لا حقيقة له في القلب، بل هو كذب وبهتان. إلى أن قال رحمه الله: وأما احتجاجهم بقوله سبح اسم ربك الأعلى، وأن المراد سبح ربك الأعلى، وكذلك قوله تبارك اسم ربك ذو الجلال والإكرام، تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام وما أشبه ذلك، فهذا للناس فيه قولان معروفان، وكلاهما حجة عليهم. منهم من قال الاسم هنا صلة، والمراد سبح ربك وتبارك ربك، وإذا قيل هو صلة فهو زائد لا معنى له، فيبطل قولهم إن مدلول لفظ اسم هو المسمى. ومن قال إنه ليس بصلة بل المراد تسبيح الاسم نفسه، فهذا مناقض لقولهم مناقضة ظاهرة، والتحقيق أنه ليس بصلة، بل أمر الله بتسبيح اسمه كما أمر بذكر اسمه، والمقصود بتسبيحه وذكره هو تسبيح المسمى وذكره، فإن المسبح والذاكر إنما يسبح اسمه ويذكره فيقول سبحان ربي الأعلى، فهو نطق بلفظ ربي الأعلى، والمراد هو المسمى بهذا اللفظ، فتسبيح الاسم هو تسبيح للمسمى. وبهذا القدر نكتفي في هذه الحلقة، فإلى الحلقة القادمة بإذن الله، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.